فوائد اللغوية وفوائد النحوية، الحلقة العاشرة من قناة أحباب رسول الكتاب المسموع. فائدة: علامة طول الحال أن يصح وضع إذا موضعها. مثال: سافرت زينب والشمس طالعة. عند وضع إذ: سافرت زينب إذا الشمس طالعة. بقي المعنى تاما لا خلل فيه. قال الخليل بن أحمد: لا يضيق سم الخياط عن متحابين، ولا تسع الدنيا متباغضين. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين سئل: أين ربنا؟ قائل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أين كان ربنا قبل أن يخلق السماوات والأرض؟ فقال علي: أين سؤال عن مكان، وكان الله ولا مكان. أما العاقل فيبذل ما لديه من متاع، ويعلم أن الذي يعطيه اليوم هو الذي يبقى له غدا، وأن الذي يتحفظ به ويخفيه يخسره ويخرج من يده، ويكون مستعدا للسفر في كل لحظة. أسماء الغبار: القسطل غبار الحرب، العثير غبار الأرجل، النقع غبار حوافر الخيل، العجاج غبار الريح. فائدة لغوية: يقولون عانيت من المشكلة، والصواب عانيت المشكلة. السبب: لأن الفعل عانى يتعدى بنفسه إلى مفعول به، ولا يتعدى بحرف الجر. الوحوحة: وحوح المرء إذا نفخ في يده من شدة البرد. ما هي المقابلة في علم البلاغة؟ المقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر، ثم يؤتى بما يقابل ذلك ضبطا على الترتيب. مثال: صديق في السر عدو في العلن. فتلاحظ ورود كلمتي صديق والسر ثم مجيء ضديهما بعدهما على الترتيب عدو وعلن. قل ولا تقل: قل هذه مهمة صعبة بفتح الميم، ولا تقل هذه مهمة صعبة بضم الميم. السبب: لأن المهمة بضم الميم مشتقة من الأهمية. عسى الله أن يتوب عليهم. عسى في اللغة العربية من أفعال المقاربة، وتدل على أن الطمع في قرب حصول الشيء، مثل قولنا: عسى أن يأتي محمد. أما عسى من الله فهي للإيجاب وتحقق الوقوع، لأنه لفظ يفيد الإطماع. ومن أطمع إنسانا في شيء ثم حرمه كان عارا، والله تعالى أكرم من أن يطمع واحدا في شيء ثم لا يعطيه. فائدة: السموم الريح الحارة بالنهار. قال تعالى: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. الحرور الريح الحارة بالليل. قال الله تعالى: ولا الظل ولا الحرور. الرطانة. الرطانة هي التكلم بلغة أعجمية، يقال: رطن فلان إلى فلان، أي كلمه بغير العربية. وتراطن القوم، كلم بعضهم بعضا بالأعجمية. ويقال إن الرطانة من الرطين، وهي الكلام غير المفهوم. أسماء الإشارات: أومأ بالرأس، وأشار باليد، وأومض بالجفن، وغمز بالحاجب، ورمز بالشفاد، وألمع بالثوب، وألاح باللم. أخطاء شائعة:
يقولون لن نترك بعضنا، والصواب لن يترك بعضنا بعضا. أرى الدنيا ستؤذن بانطلاق مشمرة على قدم وساق، فلا الدنيا باقية لحي ولا حي على الدنيا بباق. العنان الحبل وشائع في قولنا أرخى له العنان. العنان السحاب وشائعة في قولنا بلغت عنان السماء. عن ابن عباس أنه كان مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فقال له: ألست تنشدني لشاعر الشعراء؟ قلت: يا أمير المؤمنين، ومن شاعر الشعراء؟ قال: زهير. قلت: ولما صيرته شاعر الشعراء؟ قال: لأنه لا يعاضل الكلمتين، ولا يتتبع وحشي الكلام، ولا يمدح رجلا بما بغير ما فيه. قال أبو عبيدة: صدق أمير المؤمنين، ولشعره ديباجة إن ذقته فشهد، وإن مسسته ذاب. يعاضد بين الكلام يداخل فيه. من جمال اللغة العربية، سئل أحدهم: من أسعد الناس؟ قال: من أسعد الناس. إن كان تعذيب قلبي في محبتهم يرضيهم، فلهم في الذي فيه طلبوا. لقد تقرر في الأحشاء حبهم، سيان عندي إن شطوا وإن قربوا. شطوا أي بعدوا. خطأ شائع: يقولون كانت السجادة داكنة، والصواب كانت السجادة دكناء. السبب: لأن الوصف إذا كان لونا على وزن أفعل، فإن مؤنثه يكون على وزن فعلاء، فنقول أدكن دكناء، وأصفر صفراء، وأحمر حمراء، وأشهب شهب.